مسحة واحدة ستخلصك من الزوائد الجلدية أو الثالول في مدة وجيزة مهما كان حجمها، ومن الاستحالة أن تنبت مجدداً. كثير من الناس يظهر لديهم هذه الزوائد الجلدية في رقابهم أو في أيديهم. الغالبية العظمى يلجؤون إلى طبيب مختص لإزالة هذه الزوائد، ولكن البعض يفكر في إزالتها بالمنزل. ولكن هل هذا الأمر يعتبر آمناً؟ وكيف يمكن أن يكون كذلك؟ ما هي تلك الزوائد اللحمية الصغيرة التي تظهر في الجسم؟ ما هي طبيعتها؟ وهل من حل للتخلص منها؟ وما هو الأساس الذي يجب أن نعرفه جميعاً من أجل ألا تظهر بعد علاجها أو حتى تظهر بشكل مفاجئ؟ بعض الآراء الطبية التي تابعها فريق إعداد معرفة وأكثر تؤكد أن تلك الزوائد ناجمة عن نوع من الفيروسات يسمونها الفيروسات الحليمية، ولعل هذا ما يفسر شكلها خصوصا في الجزء العلوي من الجسم. بعض الآراء الطبية تنصح باستخدام اللصقات المتوفرة في الصيدليات أو المواد الكاوية الخاصة بالثواليل. أما في حال كان الفيروس عنيداً ويعود، فإننا في هذه الحالة نقوم بعمل برنامج نقوي فيه المناعة المضادة للفيروسات، والتي تعرف باسم المناعة الليمفاوية التائية. وهنا نحصل على نتائج طيبة بإذن الله تعالى من خلال برنامج كامل لمدة 4 شهور، أو حتى كنظام حياة نرفع فيه المناعة أمام هذه الفيروسات التي تسبب هذه الزوائد اللحمية. ويستخدم هنا مجموعة مضادة للجراثيم والفيروسات تشمل أشهر الزيوت الطبيعية الفعالة. نتحدث عن زيت إكليل الجبل، وزيت الزنجبيل، وزيت الميرامية، وزيت البابونج، وزيت اليانسون، وزيت الشومر والزعتر، وخل المليسة. تخلط هذه الزيوت، إنها تساعد في ضرب عصفورين بحجر واحد، القضاء على الفيروسات ورفع المناعة في نفس الوقت. دعونا نرتب الأفكار حتى نخرج بفائدة من خلال هذا الفيديو. نتوقف عندما قالته الطبيبة ماريسا غارشيك، وهي طبيبة معتمدة في الأمراض الجلدية. كتبت مقالا علميا في إحدى المجلات الأمريكية التي تابعها فريق إعداد معرفة وأكثر، قائلة أن هذه الزوائد أو الأورام الليفية ليس لها علاقة بالسرطان، وإنما هي مجرد نمو حميد في البشرة، عادة ما يكون لها نفس لون البشرة، وعادة ما يربطها عنق رفيع بالبشرة. وهذه الزوائد ليست مؤلمة في غالبية الحالات، إلا إذا تعرضت لتهيج في حالة الاحتكاك أو التقشير، أو علقت بالملابس أو المجوهرات. لذلك تتهيج الزوائد الجلدية وتتسبب في إحساس بعدم الراحة، ويتحول لونها إلى أسود بسبب تكوين القشرة والنزيف. على الرغم من أننا نرى الزوائد الجلدية في العنق في أكثر الأوقات، فإنها ربما تكون موجودة في أماكن قد لا نلاحظها مثل الإبط وأسفل الأثداء. الخبر السيء الذي لا بد أن تسمعه: على الرغم من وجود الكثير من العلاجات الذاتية للزوائد الجلدية على الإنترنت، فإنه يجب التعامل مع هذه العلاجات بحذر، لأن البعض ربما يكون سبباً يزيد من تهيجها. لكن يمكنكم تجريب العلاجات الموضعية مثل خل التفاح الذي يساعد على تجفيف هذا الورم، لكن في بعض الأحيان تكون هذه العلاجات الموضعية مهيجة جدا للبشرة، فإذا كنت تعرف أن بشرتك حساسة فإياك أن تطبق هذه الوصفة. بالمناسبة، إزالة الزوائد الجلدية في المنزل بمفردك قد تكون صعبة لأنها مؤلمة، وقد تتسبب في العدوى والألم والنزيف والتهيج إذا لم تكن حريصا. دعنا الآن نذهب إلى عمق المشكلة، فنحن كما اتفقنا نريد أن نعالج الأسباب حتى نستطيع أن نعالج الأعراض ولا يتكرر ظهور تلك الزوائد الجلدية. أنت باختصار شديد بحاجة
إلى تنظيف الجسم والجلد من السموم. سنذهب الآن إلى مفردات مهمة لديتوكس الجلد. أولاً من الخارج، عليك أن تقرر العودة للطبيعة بالمنتجات العضوية، فلا تستخدم تلك المواد الكيميائية التي تتوفر بأشكال مختلفة سواء للنساء أو للرجال. يمكن أن تلجأ إلى السدر وزبدة جوز الهند، صابونة الفضة والكركم وجوز الهند، ماسكات طبيعية من جوز الهند والزبادي. أما من الداخل فهنا يكمن السر. ينبغي عليك أن تعيد التوازن إلى جسمك من خلال الابتعاد عن المدمرات الإنسانية التي تتسبب في معظم الأمراض، السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تلعب بجسمك دون أن تدري. من المهم أيضاً متابعة مقاومة الأنسولين وعدم أكل السكريات والكربوهيدرات، فتناول هذا النوع من الأطعمة له علاقة في ظهور هذه الزوائد الجلدية. ماذا تأكل؟ تناول الخضروات الطازجة بكثرة. يمكنك أن تتناول التوت الأسود والأحمر والفراولة، الزنجبيل، الكركم، شوربة عظم البقر، إنها تحتوي على الكولاجين ومضادات الأكسدة. ثم من يقول أنه جرب الدواء وجرب وصفات الطب البديل ولم ينفع سوى الثوم. فص الثوم يقطع وتحك به التآليل جيدا 3 أو 4 مرات في اليوم. تأخذ التآليل بالإحمرار ثم بالإنكماش ثم تتساقط. ينصح باستخدام زيت جوز الهند الأصلي قبل النوم، إذ يمكن دهن الرقبة من الأمام والخلف ومن المنطقة السفلية للمنطقة العلوية. خل التفاح، يتم غمس القطن بخل التفاح الطبيعي المضمون، وتوضع القطن على الزائدة اللحمية مع الانتباه إلى أصحاب البشرة الحساسة، توضع على الزائدة اللحمية وتلصق. ولا ضير أن نتعرف على الإجراءات الجراحية للتخلص من الزوائد الجلدية، إذ يمكن للطبيب إزالة الزوائد الجلدية وفقا لحجمها وموقعها باستخدام طرق مختلفة، ومنها الكي الذي يستخدم لإزالة الزوائد الجلدية وإغلاق الجروح، أو الجراحة البردية تستخدم لتجميد الزوائد من خلال النيتروجين السائل، ويمكن أن تزال بالعمليات الجراحية التي تستخدم لإزالة الزوائد الجلدية من قاعدتها باستخدام المقص الجراحي. ينصح البعض أن أولئك الذين يعانون من ظهور زوائد اليد بشكل مستمر أن يقوموا بنقع اليد في وعاء به زيت زيتون فاتر، لأن زيت الزيتون يعتبر مرطب طبيعي للبشرة. وفي الختام، ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بظهور الزوائد الجلدية بشكل كثيف ومستمر أن يقوموا بزيارتهم لتقديم المساعدة اللازمة. ويجب على الأشخاص خاصة الذين يعانون من ظهور تلك الزوائد بشكل كثيف ألا يعالجوا أنفسهم بأنفسهم حتى لا يرتكب أحدهم خطأ قد يؤثر عليه طوال حياته. يستطيع الأطباء تقديم المساعدة، فالطب الحديث الآن لديه أفضل العلاجات والحلول المتعلقة بالتخلص من الزوائد الجلدية. شاركونا بآرائكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. في الختام، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. إلى اللقاء.